لو سألت أي حد متابع للسياسة في مصر عموما والبرلمان المصري خصوصا ال4 سنين اللي فاتوا عن أكتر شخصية محيرة واختلف عليها الناس وحصل جدل وانقسام حواليه هو نفسه أو حوالين دوره جوه البرلمان ده، وهل الصح إنه كان يكمل ولا الصح إنه كان يستقيل ولا الصح إنه ما كانش يترشح وينجح من الأساس؟ طب إزاي سابوه ينجح أصلا؟ طب النظام المعروف إنه بجح ومستبد وغشيم صبر عليه طول الوقت ده ليه؟ وهو عمال بيشلف لهم بجرأة مبالغ فيها، ولا النظام ساكت عليه الغرض مرسوم ومعمول حسابه ومقصود، أو إن طنطاوي نفسه راجلهم اللي بيمثل لهم دوره المطلوب؟ أسئلة كتير وجدل أكتر. حاول بقى النظام كتر خيره إنه يحسمه في الدورة الجديدة من الانتخابات السنة دي، ولكن بغباء وفجور يحسد عليه الصراحة، فيسقط طنطاوي بتزوير فاضح واضح عشان يزودوا على كل الأسئلة القديمة سؤال جديد اللي سكتوا عليه طول الفترة اللي فاتت دي، اشمعنى المرة دي سقطوه بالفجور ده؟ ما تشرب شاي. خلاص الله. من 4 سنين واكتر واحنا قصاد حالة جدل ما بتخلص واختلاف الرأي والرؤية حوالين النائب احمد طنطاوي تحديدا، وطول الوقت ومع كل وقعة او خلاف بينه وبين الدولة والحكومة جوه البرلمان ممثلة في رئيس البرلمان أو زمايله الأعضاء والوزراء، وصولاً للهجوم على السيسي نفسه، بتظهر كل مرة حالة الجدل ما بين ناس شايفاه ديكور ومعارض كرتوني مسموح بيه ومتساب له المجال عشان يدي شكل يظهر أنه ديمقراطي وبيسمح بالتنوع والمعارضة، لتجمع بشري ناس كتير أجمعوا على أنه الأسوأ في تاريخ مصر النيابي كله، وما بين ناس تانية شايفة أنه مصمم يخوض المعركة ولو لوحده جوه عرين النظام ودلاديله، ويبقى الصوت مسموع لأوجاع الناس وشكاويهم ومطالبها المشروعة وحقوقها، بعيدا بقى عن الثورجة اللي ما بقاش مسموح بيها، أو بعيد عن السريخ على السوشيال ميديا اللي ما بقاش منه رجع، أو أنه بيحاول يثبت طول الوقت مواقف هو عارف أنها مش هتأثر في قرار أو تمنع قانون، قد ما هي مواقف المقصود منها مخاطبة أغلبية شعبية رافضة وكارهة النظام ده ببرلمانه وحكومته وبتحتقره وما بتثقش فيه، بس مكتوم صوتها أو متداري أو معمول عليه سطو مسلح من الخوف والتهديد، ويدوب الضوء متسلط على شلة المطبلاتية والمستفيدين اللي هم بس اللي مسموح لهم يتكلموا ويظهروا في الصورة، وتتفتح لهم القنوات والصحف يهروا ويسبحوا بحمد النظام ويشكروا في السياسات ويهللوا الإنجازات وينشروا الكذب والتطبيل ويفرضوه فرض على ودان وعقول الناس، فكأنه بيقول للناس أنا هو وصوتك هو، والكلام اللي متحاش في زوركو في وسط عصابة قفلت كل المنافذ وحجرت على كل الأصوات أنا بثبت به موقف وبكسب بها أرض وبنطات صغيرة في معركة طويلة بدأت من يناير 2011 ومستمرة بهزايمها ومطبطها وانتصاراتها الصغيرة. دي وجهات نظر طنطاوي واللي بيأيد وجوده في البرلمان، وده يمكن يكون منطقه، زي ما معارضين وجوده في البرلمان ليهم منطق مختلف وبرضه مقبول وله وجاهة لو من غير تخوين، لما بيكون رأيهم ان اولا واخيرا ده كيان غير دستوري اصلا قايم على التزوير ومتحط فيه اوسخ ما انجبت مصر لتمرير قرارات مندوب الجيش في الحكم، وان طنطاوي او غيره من المعارضين وجودهم اصلا جوه المخور ده بيديله شكل وصفة محترمة، وهو عصابة اساسا قامت على انتهاك القوانين والدستور وجاي بعد انقلاب على اول تجربة ديمقراطية حقيقية. فأزمة استمرار طنطاوي في المجلس ده حقيقي كانت عاملة صداع بين طرفين مؤيد ومعارض لوجوده، كل طرف فيهم عنده أسبابه الوجيهة للتمسك برأيه في شخص طنطاوي، ويمكن احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده من فترة في حلقة تانية. وعشان نجاوب على سؤال هما ليه سقطوا المرة دي، هنجاوب الأول ليه وازاي نجح قبل كده، مش هنقول نجحوه لأن طنطاوي فعلا نجح بجد وما كانش للنظام أي دور في تصعيده، ويمكن كمان ما كانش يقدر يتدخل وسقطه لأنه ببساطة كان قدام مرشح حجم شعبيته وحب الناس ليه وبالتالي إقبالهم على التصويت ليه بكثافة كبيرة كان أكبر من قدرة النظام على تزييف إرادة الناس وتزوير النتائج. طنطاوي كان مرشح رغم أنه نسبيا سنه صغير إلا أنه متكحرت في دهاليز السياسة من صغره وذكي جدا، وكان رابط أداؤه السياسي بأداؤه الاجتماعي والنزول على الأرض لدرجة أن محدش في دائرته معرفوش، سواء اللي في قلين اللي اتولد فيها أو بعد كده في بقية الدوائر اللي منها تسوق اللي كثافه أصواتها أعلى. طنطاوي كان زي ما بيقولوا جايبها من تحت ومن بعيد قوي، فهو من ساعة ما اتخرج واشتغل صحفي حصل بعدها على ماجستير العلوم السياسية وانضم لحزب الكرامة بتاع حمدين صباح، وكان أصغر واحد يتولى منصب أمين عام الحزب وانتخبوه عضو للهيئة العليا للحزب اللي بالمناسبة استقال منه بعد ما هزلت انتخابات الرئاسة اللي مثله الأعلى حمدين صباحي شارك فيها مع السيسي، وحتى علاقتهم انتهت بعدها
خبرته السياسية اللي اكتسبها من وجوده في حزب الكرامة وشغله حتى كإعلامي في إعداد البرامج في الإذاعة والتلفزيون كانت كوم، ونشاطه الاجتماعي كان كوم تاني. هو شعبيا محبوب جدا سواء في أوساط شباب التجار اللي دعمهم ودعموا، أو في أوساط الناس البسيطة والفقراء عموما، اللي كانت الجمعية اللي شارك في تأسيسها مع مجموعة أصحابه وسموها جمعية الحلم العربي الخيرية بتصرف عليهم وبتساعدهم وبتقدم لهم الخدمات المادية والحقوقية. كمان الصدفة اللي لعبت دور كبير قبل انتخابات البرلمان بعد ما تعدل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتمت إضافة مركز دسوق لدائرته قليل، اللي طنطاوي عرف بمؤتمراته الشعبية الكتير وخدمات جمعيته واحتكاكه المباشر بالناس عرف يعمل شعبية كبيرة ويستحوذ على أصواتهم ضد كام عيلة معروفة بالاسم هناك، كانوا دايما هم اللي مسيطرين على الأصوات من خلال الرشاوي والدعاية، ومن بعدها محدش بيشوفهم ولا حد بيستفاد منهم من الناخبين. فكان التصويت لطنطاوي اللي نزل مستقل على قد ما كان نابع من حب الناس له وثقتهم فيه، على قد ما كان تصويت عقابي لمرشحي العائلات دي. فاكتسح طنطاوي بالفعل ووصل للمجلس، وانضم بعدها جوه المجلس لتكتل 25-30 اللي كان أعضاؤه يتعدوا على صابع الإيد، عشان تبدأ رحلته مع علي علوكة وبقية الصحبة الكريمة، واللي ما كانتش رحلة سعيدة خالص الصراحة. وما كانش البرلمان المصري اللي بإشراف شبه كامل من الأجهزة الأمنية على معاد مع معارض مستأنس كده كبيره يهبهب بكلمتين لزوم الشو على طريقة مصطفى بكري ورجب حميدة وكل الشخصيات اللي كان مرسوم لها تمثل سيناريو المعارضة في برلمان مبارك، ودي كانت طريقته في التعامل مع السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية اللي حضر جلسة من جلسات العار اللي مهدت لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لإقناع الأعضاء بأحقية السعودية في تيران وصنافير. بعد إذن حضرتك اللي يصبح هو الدوام انت جاي تقدم شهادة ومن بعدها ضرب طنطاوي الرقم القياسي في عدد مرات طرده من الجلسات وعدد مرات قطع الميكروفون عنه وهو بيتكلم، لانه فعلا ما كانش بيتكلم قد ما كان بيفضح انتهاكات المجلس ده لكل القوانين والدساتير في كل مره يناقشوا فيها قرار او قانون، منها وقع طرده وهما بيناقشوا قانون تطبيق الضريبه المضافه. شكرا سياده النائب، غير انت غير موافق على القانون، اتفضل اجلس، اديت وجهه نظرك، خلاص اجلس في مكانك، سأضطر لتطبيق اللائحة على سيادة النائب أحمد الطنطاوي. سيادة المقرر سجلنا اعتراض يا ريس، احنا سجلنا اعتراض في القرار. أطلب إخراج النائب أحمد الطنطاوي من القاعة. الموافق على خروج السيد النائب ارفع يده. أغلبية أخرج خارج القاعة. حاجات كتير جدا كان واقف لهم فيها احمد طنطاوي زي اللقمه في الزور. فاربع سنين كانت كلها صراعات، لكن طبعا كانت صراعات غير متكافئه خالص بين عصابه كامله مهمه حزب الاغلبيه فيها برئيسها باقي المستقلين اللي جايين باختيار المخابرات هي تمرير كل احلام واوامر السيسي، وبالنائب صوته عالي ومشاكس بجد مش ملتزم بالسكريبت المحفوظ لكل اللي سبقوه في لبس توب المعارضه الاليفه المهوده اللي كانت بتكتفي بالحنجوريات والشعارات اللي بتعجب الجمهور، وهم في النهايه طرف أساسي في الحكم وواكلين على ترابيزته وموافقين على قراراته عادي وتمامهم يتشطروا على وزير غلبان في استجواب أو طلب إحاطة ملوش أي لازمة غير بس صناعة لقطة وشو عن الديمقراطية والتعددية وتوصيل صورة أنه برلمان وأعضاء بحق وحقيقي. يعني برضو كان من أهم وقفاته ضد النظام والمجلس ده هي رفضه لقانون السلطة القضائية اللي السيسي في 2017 نصب نفسه فيه إله بيختار بنفسه ويعين رؤساء الهيئات القضائية اللي المفروض دورهم يراقبوه هو ويحاسبوه كمان لو غلط، وقال بصراحة كده أن القانون ده معمول وموجه في الأساس ضد المستشار يحيى الدكروري اللي كان عقبة في سكة السيسي لبيع تيران وصنافير بعد حكمه التاريخي بأحقية مصر في الجزيرتين، واللي بالفعل من بعد إقراره السيسي اتخلص منه أصلا. وطبعا محدش ينسى موقفه أيام التعديلات الدستورية في 2018 وإنه مش بس اكتفى بالاعتراض، ده قال الكلام ده اللي كان مباشر المرة دي أكتر من كل مرة، واتضحت نظرة الراجل ده في السيسي واللي اتكلم فيها من غير أي حسابات وتزويق في الكلام. إذا كنا أعبنا على منع الدلا المادة 76 في الدستور الماضي إنه حام حول صفات الوريث، فإذا بنا نذكر مباشرة الرئيس ونعيب عليهم ذلك ولا نرى العيب فينا. بناء عليه يا ريس، بناء عليه أنا شايف إن الاقتراب من مواد الرئاسة فضلا عن إنه غير دستوري هو أيضا الهدف منه إعفاء الرئيس من مواجهة الناخبين سنتين. التعديل المطلوب ترفض هذا التعديل؟ بترفض هذا التعديل؟ كرئيس أنا مش بقول مبرراتي في التعديل، يمكن الزملاء يقتنعوا بيها يا رئيس، أنا بقول مبرراتي. طب أنا عايز أكون صريح جدا يا رئيس،
أنا محترم حق كل نائب في أنه يحب السيد الرئيس ويثق فيه ويرضى عن أدائه، لكن أنا شخصياً لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضياً عنه، ده حقي ببساطة كمواطن مصري قبل ما أكون نائب. هل ده يغضب حد؟ هذا هذا إيه؟ هذا إيه؟ هذا كلام إيه؟ هذا كلام ده يعني حقي رئيس. ده حقي هذا كلام رئيس. طنطاوي كمان كان من الناس اللي شاركت في جبهة الأمل اللي كانت بتستعد لانتخابات برلمان السنة دي، اللي اسمها لوحده طبعا زي ما انتوا عارفين كان كفيل باعتبارها تنظيم إرهابي بيسعى لقلب نظام الحكم، وبالفعل قبضوا على أعضائها بما فيهم أعضاء من مكتب طنطاوي نفسه اللي يمكن وجوده كنائب في البرلمان هو بس اللي خلاه يفلت من انه شرف في السجن جنب حسام مؤنس وزياد العليمي وغيرهم. برضه علي عبد العال كان احاله للجنه القيم السنه اللي فاتت بعد ما طرح رؤيه بديله للحكم مع بعض الشخصيات في صوره مبادره، ودعا السيسي للحوار عشان يسمع رؤيته، كان متفائل قوي الله يمسيه بالخير بقى. وطبعا عبد العال كان عنده حسن ظنه واحاله للتحقيق وقال ان الرئيس والجيش خط احمر اللي هيتكلم عنهم بالسلب ملوش مكان في مصر، اللي هو اللي مش عاجبه يروح كندا يعني. كل المواقف دي وغيرها كانت مؤشر لحاجتين التجربه اكدته. المؤشر الاول ان النظام اكتشف انه قصاد معارض يختلف عليه المؤيدين للنظام او يختلف حتى على جدوى وجوده في المجلس المعارضين او الثوريين ما بين مؤيد ومعارض او حتى مشكك ومسيء للظن، لكن في النهايه النظام خسر رهانه على انه يستأنس طنطاوي كده ويروضه، ان يبقى معارض صوري هزو زي اللي سبقوه، وظيفته تلميع وش النظام بانه بيسمح بمناخ من الحريه وابداء الراي، لا ده معارض بجد، حتى لو كان صوته وخناقه مش مؤثر في القرار في النهايه، الا ان عياره كان بيطلع وبيدوش فعلا حتى لو مش بيصيب. المؤشر الثاني ان وجب التخلص من صداعه فعلا بقى، فكانت الوسيلة الأولانية في كعبلته وتعطيله لما عدلوا تاني وضع الدوائر في منطقته عشان يصعبوا عليه المنافسة، فجابوا له معقلين المرة دي كفر الشيخ عشان يسهلوا العملية شوية لمرشحين وكراتين مستقبل الوطن من طبقة رجال الأعمال ومحاسيب الأمن الوطني والمخابرات، وكانوا بيضيقوا عليه لدرجة إنه تقريبا ما عرفش يعمل مؤتمراته الانتخابية المعتادة ولا كانت بتطلع تعليمات لاستضافته في أي وسيلة إعلام، ونجحوا جزئيا، لكنهم قصاد شعبيته كنائب كان مخلص وخدمي بامتياز لأهل دايرته برضه ما قدروش يخرجوه من السبق في الأول، وبرغم كل ده وصل للإعادة مع 6 مرشحين بيتنافسوا على 3 كراسي. عشان نوصل بقى للمهزلة بجد اللي اضطر فيها النظام يلعب بوشه المكشوف البجح البلطجي، لأن فعلا كان في قرار إن طنطاوي أوت يعني أوت، حملة طنطاوي فعلا في الإعادة يبقى معاها نتيجة محاضر الفرز بتظهر فوزه وتصدره للمركز الأول بحوالي 67,000 صوت وشوية، ويكون في المركز الرابع مرشح مستقبل وطن اللي اسمه سيد شمس، اللي بالمركز ده يكون فعليا خسر وطلع من السباق، وهو بتطلع النتائج عكس كده خالص، والمركز الأول يكون هو نفسه سيد شمس الخسران ب 73,000 صوت، ويبقى طنطاوي الرابع ب 53,000 صوت. أعتقد إنه مفيش حاجة في التعليمات اللي عند حد في أي جهة أمنية إنه يقول للناس اختاروا مين، وما كل واحد يعمل شغله، المواطن يعمل شغله، المرشح يعمل شغله، النائب بعد ما ينجح يعمل شغله، رجل الأمن يعمل شغله، الوزير يعمل شغله، كل واحد في البلد بيعمل إيه شغله. إحنا تسامحنا في اللي فات وما كانش من حق اللي عملوه، وكان مؤثر في نتيجة الانتخابات. لو الناس المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية عملت شغلها مظبوط نتيجة الانتخابات بتاعت الجولة الأولى ما كان، أنا هقدم سؤال لوزير الداخلية بكرة في الكلام ده يقول أنا وزير الداخلية مكلف الأجهزة والجهات الأمنية أنها تقول للناس اجمعوا العمد والمشايخ والمسؤولين التنفيذيين واجمعوا الناس في النقابات واجمعوا الناس من الجمعيات واجمعوا كبار العائلات ويقولوا لهم انتخبوا فلان وما تنتخبوش ايه فلان. لو وزير الداخلية دي تعليماته يتحاسب معاه عليها، لو هي مش تعليماته يحاسب ناسه ايه يحاسب ناسه عليها. اذا عنده تعليمات انك انت تشوف الترابيزات قدام اللجان بتتباع عليها قرابه المصريين بتمتهن كرامتهم، يطلع يقول هي الانتخابات عندنا كده، يطلع يقول احنا مقدرين المواطن المصري ما عاملين له تسعيره من 50 جنيه ل 200 جنيه يفضوها بيت الدايره دي شارع شارع، عارف جوله الاعاده فيها ايه، ومحدش يلعب بالنار في الموضوع ده عشان احنا بنحب البلد وخايفين عليها وعايزين لها بكره، عايزينه بكره نضيف، انا مش هشارك في خداع الناس. عموما طنطاوي خسر، وان كنت شايف انه كسب كتير من خسارته الكرسي في الزريبه دي، وان كان في حد مختلف معاه في تمسكه بالترشح ووجوده في البرلمان وله اسبابه او حد متفق معاه، في النهايه احنا كنا قدام شخص بيحاول يرمي حجر في ميه راكده، وكان يمكن شايف ان وجوده في وسط الليله دي كراجل عاوز يلعب سياسه هو اللي هيمكنه من مواصله مشوار الجهاد، فقلت الحق ولو بكلمه، حتى بسقوطه الفضيحه ده بتزويرهم وبلطجتهم
وصلت برضو للناس الرسالة ان هو ده نظام عبد الفتاح السيسي اللي ضد الحريات والديمقراطية اللي بيعلنها واضحة، هي ماشية فتوانة وفرد عضلات وتزييف. احنا نظام هش وضعيف، ورغم وجود عصابة كاملة من المطبلاتية المأجورين بنخاف من صوت واحد بس بيعبر عن الناس، وبنمارس اوسخ عمليات تزوير الارادة وتزييف الحق عشان نخلص منه. هو ده النظام اللي بيفضل طبالين يقولوا امال فين الاحزاب، فين الناخبين، الناس مش عاوزة تشارك ليه؟ فلما تنزل الأحزاب يتقبض عليهم أو يتنكل بيهم أو يطفشوهم، ويرجع يقولوا فين البديل؟ ولما يحاول البديل يظهر يتخون ويتهان، ولو ما اتحبس على الأقل بيتمنع من الظهور وعرض رؤيته، ويتمنع حتى من النزول والاحتكاك بالناس. طنطاوي من وجهة نظره حاول، وتجربته تستحق الاحترام، وتستحق ان احنا ندعي له ربنا يسترها عليه من اللي جاي مع بلطجية بالوساخة دي. تغيير ما غيرش ولا كان يقدر يغير، لكنه أظهر أسوأ ما فيهم وكشف كتير من عوراتهم، وشاهد بكلمة الحق بصوت عالي في وشهم بدل المرة 10. وأيا كان الخلاف معاه في وجهة نظره في استكمال طريق لعب السياسة في ملعبهم، لكن ما اعتقدش فيه خلاف على أخلاقه ونظافة إيده وحسن نيته، ونشوفكم على خير إن شاء الله.